نحو 270 عائلة سورية غادرت مؤخرا بلدة بشري شمالي لبنان خشية من أعمال انتقامية، وذلك بعد اتهام شاب سوري بقتل أحد أبناء البلدة وفق ما أفادت به المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ليزا أبو خالد. جريمة القتل الأخيرة هزت المنطقة وأحدثت توترا فيها، على إثرها قامت مجموعات من الشباب بالاعتداء على عدد من السوريين وأحراق بعض من ممتلكاتهم أو طردهم من بيوتهم، بينما هرب البعض الآخر إلى مدينة طرابلس مخلفين أمتعاتهم ومقتنياتهم الشخصية. فما مصير هؤلاء اللاجئين؟ ومن يحرص على ألا يتحولوا إلى كبش فداء؟ نتابع بعد التقرير. هربوا من سوريا هلعا من الحرب، فلاحقهم الرعب إلى لبنان. شباب يهاجمون منازل السوريين ويضرمون النيران في بعضها بعد اتهام شاب سوري بقتل لبناني، ليجد الأطفال والنساء أنفسهم في العراء. نحن اليوم اللي عم نطالبه مطلب واحد، بدنا بطانيات، بدنا سلة إغاثة، بدنا بيوت العالم تتنام. ما بدها العالم مصاري ولا بدها العالم اي طلب. المطلب الوحيد عندنا هلا، انا بفرجيكي، في عالم مع سرطان، في عالم مع سكر، في عالم مع ضغط، في عالم مريضه، في عالم ما عنده مأوى، في عالم طلعت ما عنده 5000 لبناني، قيمته 5000 لبناني ما عنده، في بيوت احترقت. يدفع السوريون الثمن مرارا، قلق وخوف في تغريبه التهجير، روايات متناقضه ما بين اللبنانيين والسوريين، والنتيجة واحدة، 270 عائلة سورية على قارعة الطريق خشية أعمال انتقامية. اليوم العالم تهجرت غصبا عنا، طلعت من بيوتها بلا أكل بلا مأوى بلا شرب، في أمراض سرطان، في أمراض سكر، أنا من بارع أبوبر مع الصيدليات تجيب دواء. المتهم سلم نفسه للتحقيق. انتشرت دوريات لبنانية لإعادة الهدوء دون أن يعاد السوريون إلى بيوتهم. وين بدنا نروح؟ نحن بشار الأسد بسوريا بالحرب ما عمل هيك. وقت بدنا نترك ضيعة بيقولنا يا عمي خد أغراضك وروح. وقت بدنا نترك ضيعة بيقول يا عمي شيل أغراضك، شيل شي تنام فيه وروح. البراميل والقصف كله ما أثر علينا وهربنا من الحرب، لقينا حرب تانية قدامنا مبارح. عقاب جماعي في حادث فردي تتحمل تبعاته عائلات وأطفال، ذنب لم يرتكبوه، غضب عارم يحتاج أن يخمده أحد. نرحب معنا من طرابلس بمحمد شوك، وهو رئيس حراس المدينة وناشط في المجتمع المدني. أهلا وسهلا بك محمد. إذن هي جريمة قتل ارتكبها شاب سوري في بشري، كيف تفسر ردود الفعل التي أعقبت هذه الجريمة؟ لماذا وصفها البعض بالعقاب الجماعي، أو بالأحرى لماذا وصلت إلى حد العقاب الجماعي، وإلى أي مدى يشي ذلك بنوع من الاحتقان؟ نعم، هذه الجريمة أصلاً هي جريمة مرفوضة أصلاً. أي جريمة قتل، أي جريمة تعدي على أناس هي جريمة مرفوضة طبعاً، ولكن هي ردة الفعل. ردة الفعل هي الكارثية. عندما تكون ردة الفعل ردة فعل جماعية، وهذه ردة الفعل الجماعية اللي تأثر على بقية العائلات، وهذه ردة فعل مرفوضة من قبل أهالي المنطقة. للأسف هي ردة فعل غير منطقية، ولا يجب أن يتعامل أهل المنطقة مع السوريين الآمنين الذين لا يرتكبون جرم ويعاقب الكل بجرم ليس لهم علاقة فيه. شاهدنا تبعات هذه الجريمة كما تقول، هل تعتقد أن ارتداداتها يمكن أن تتسع أكثر، أم أنها حتى الآن حصرت في هذا الإطار؟ وأصلا ما مسؤولية الدولة في تحديد أطر العلاقة التي يجب أن تحكم بين المواطنين وبين اللاجئين؟ أعتقد أن هذه الجريمة حصرت في هذه المنطقة فقط، أو المناطق المحيطة بها، لأنها توسعت إلى المناطق المحيطة بها، وما زال حتى الآن للأسف تطرد العائلات. مثل ما سمعنا اليوم، طردت عائلة من إحدى المناطق المحيطة بمنطقة شردي وتم الاعتداء عليهم الضرب.
ولكن نتمنى أن لا تنجر إلى بقية المناطق الأخرى. طبعا للأسف الشديد السلطة عنا غائبة للأسف عن هذا المشهد، ويجب أن تكون مسؤوليتها هي أكبر من ذلك. لذلك نقوم نحن كمجتمع مدني وكمبادرات بسد هذه الثغرة التي يجب أن تقوم فيها الدولة أساسا. طبعا لا يمكن تحميل يعني عبء أو ذنب جريمة قتل لجماعة بأكملها، ولذا من الضروري أن تتوفر وسائل حماية للمتخوفين من أن تطالهم شرارة هذا الانتقام. فما هي وسائل الحماية المتوفرة اليوم؟ للأسف الشديد الوسائل غير متوفرة الآن. كل ما نقوم به نحن كمبادرات فردية أو مبادرات على صعيد الجمعيات إلى تلقف هذه العائلات والاعتناء بها بقدر المستطاع، فهي عائلات يعني لديها حاجة كبيرة جدا من مسكن ومأكل ومشرب وحماية أصلا ومصاريف، ولكن وللأسف الشديد لا، يعني هذه الإمكانيات هي إمكانيات يجب أن تقوم فيها الدولة وليس نحن. ولكن المبادرات الفردية التي تتواصل معنا وتقول أن يمكن مثلا يتصل فينا أحد الأشخاص أو أحد الجمعيات يقول نحن نستطيع أن نستقبل عائلتين أو ثلاث عائلات، فنبعثهم يعني نرسلهم إليهم، ولكن للأسف ما زالت هذه المبادرات هي محدودة، ولكن نحن لا نلوم. طيب محمد، اليوم على أرض الواقع نحو 270 عائلة سورية غادرت بشر، إلى أين توجهت؟ هل جميع هذه العائلات توجهت إلى طرابلس؟ هل وفرت أماكن السكن لهم؟ وما مصيرهم؟ هل سيبقون هناك أم يعودون إلى بشر أم إلى أي وجهة أخرى؟ العائلات الأسر هي في طرابلس، أغلب العائلات هي في طرابلس، وهناك جمعيات استقبلت بعض العائلات في مخيمات للاجئين السوريين في سهل عكار أظن، ولكن أغلب العائلات هي موجودة في طرابلس. طبعا اللاجئون وفي أي بلد تواجدوا فيهم من الحلقات الأكثر ضعفا على المستوى الاجتماعي، فما بالك يعني في بلد كلبنان انهارت فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مؤخرا على كافة المستويات. إلى أي مدى هذا الوضع المتردي أيضا ضيق الخناق على هؤلاء اللاجئين السوريين؟ الوضع الاقتصادي في لبنان أثر سلبا على الاعتناء بالأصل بالإخوة السوريين. أصلا وصلت للأسف الشديد هذه الأزمة إلى اللبنانيين إلى اللبنانيين أنفسهم، فما بالك باللاجئين. وفي شغل هناك أمر مهم جدا، الأمم المتحدة كانت تصرف لكل العائلات مخصصات معينة للأسف الشديد، يعني ولكن يعني للأسف الشديد أنها قطعت تلك المساعدات عنها. ونقول عندما سألنا بهذا الموضوع يقولون أنهم يعني لا جواب لديهم، فهذا زاد الأزمة أكثر وأكثر للأسف الشديد. طيب شهدنا مؤخرا حملات التبرع للبنان التي شهدها لبنان خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت، ماذا بالنسبة للمساعدات التي تخصص اليوم للاجئين السوريين؟ كيف ترصدونها؟ كيف توزعونها؟ من يؤمنها؟ نحن لا يأتينا أي شيء للأسف الشديد للاجئين السوريين، أي شيء أبدا. كل ما نقوم به هي عبارة عن علاقات كنا قد يعني عملناها بعملية تشبيك بين وبين بعض رجال الأعمال وبعض الموصولين لكي نقف إلى بجانب هذه العائلات فقط لا غير، ويعني ما في أي مساعدات عم تجي من الخارج. وبالتالي ما المطلوب فعله؟ طبعا المطلوب هو التكاتف والتضامن. انا برايي انه المطلوب من الامم المتحده ان تقوم بدورها، ومطلوب من الدوله ان تقوم بدورها، ولا تجعل هذا العبء فقط على الجمعيات المدنيه او المبادرات،
فقط لأنها لا تتحمل أن تقوم بهذا العبء. وهذا هذه العائلة التي تبقى في الشارع ونحن في أيام الشتاء سوف تلجأ إلى ربما لا نعلم يعني ربما إلى أمور أخرى لا نعلم. نعم أشكرك جزيل الشكر من طرابلس محمد شوك رئيس حراس المدينة وناشط في المجتمع المدني للانضمام إلينا.